الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ففي هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يتكلم عن من اتخذوا من دون الله تبارك وتعالى شركاء في الشريعة، في تشريع الدين. فمن الناس من يتخذ له شريكا، جعله شريك للمولى سبحانه وتعالى، لما يقعد يشرع لهم في الشريعة الإسلامية أشياء ما جاءت في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه التشريعات الباطلة صاحبها بيندم يوم القيامة، بيندم يوم القيامة، كما قال المولى عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ ربنا يوم القيامة بيأتي بأعمالهم وكلها تبقى هباء منثورا، يعني ما عندها قيمة يوم القيامة. ربنا يقول: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. اتخيل معاي، انت عندك رماد، رماد بتعرفوه، البقايا بتاعت النار دي، رماد ده قال اشتدت به الريح في يوم عاصف، يوم فيه ريح وكتاحة شديدة بيشيل لك أي حاجة. قال: كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. والله تبارك وتعالى يقول: مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب بتعرفوه، زول لما نمشي في الخلا هناك يكون مسافر، تعاين قدامك هناك تشوف في موية قدام وما في حاجة، تمشي عليها ما بتلقى موية ولسه تشوف في موية قدامك، تمشي عليها ما بتلقى حاجة. قال: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. زول عطشان يقول: يا السلام، هذه الموية قريب أنا مشي عليها، ومشي ما في، ومشي ما في، لحد ما يدوك هناك في آخر الصحراء ما في. قال: يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف ده العمل إما فيه شرك ولا بدعة، واحد من الاثنين دين، يا شرك يا بدعة. قال: حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والمشكلة وين؟ قال: ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وضرب لك كمان مثل ثاني بعديها، قال: أو كظلمات في بحر لجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده، يعني من شدة الظلام والعمى. قال: إذا أخرج يده حتى قدام وشه كده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. المشكلة كلها وين؟ واحد من الاثنين، إما تعمل عمل مع الشرك أو تعمل عمل بغير سنة زي البدعة بتاعت الصوفية، الشرك اللي بيعملوا فيه الصوفية، واحد من الاثنين دول عمل يوم القيامة ما عندك بعدين. ربنا سبحانه وتعالى يقول آخر آية في سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. الصالح دياته، فليعمل عملا صالحا، صالح يعني موافق للسنة. قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شفت الأمرين الاثنين ديل، يعمل عملا صالحا
ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، ده الميزان بتاع الحساب يوم القيامة. الميزان هنا، انت قال الميزان بس اي عمل. الصوفية عندهم قاعدة بيقول لك بالنية اي حاجة، بالنية بالنية مولانا. تلقون داقين النوبة والعجاجة قائمة شغالين كبسي كبسي وحرتي سرتي شنو ما عارف. تعرف ده تقول لهم ده شنو ده؟ صحابة كان زي ده؟ لا. رسول زي ده بيعمل؟ لا. طيب ده شنو ده؟ ايوه اقول لك بالنية بالنية مولانا. النية الصالحة خلاص، النية الصالحة كيف؟ النية الصالحة برا ما كفاية. يعني هسه انا لو جيت قابلتك انت، خليك في مسألة العمل مع الله، انت ده كزول مثلا سوداني زي جيت قابلتك قشطتك كف شفت لما نظارتك طارت منك تقول لي ده شنو ده؟ اقول لك بالنية. نيتي طيبة والله بحبك بس تحبني تديني كف؟ فانت شوف النية الصالحة ما بتصلح العمل الفاسد. وربنا سبحانه وتعالى لما امرنا بعبادة ورانا العبادة شنو؟ المسألة ما همل، يعني اديك مثال ثاني عشان تقع عليك اكثر. الصلاة مش في صلاة اسمها صلاة الظهر؟ صلاة الظهر مش عندها زمن معين؟ زمن محدد بعد زوال الشمس، الشمس في كبد السماء فوق. الشمس اول ما زالت مشت اتجاه الغريب بسيط خلاص وقت الظهر خشه. لما نبقى ظل قدرك ها خلاص وقت العصر خشه. دي مش الصلاه ظهر مش عندها وقت. الله سبحانه وتعالى حدد لها زمن. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، عندها زمن فهمتني؟ بعدين عندها صفه اربع ركعات، ركعتين اوائل الفاتحه معاه سوره وركعتين ثانيات بالفاتحه فقط، وعندها صفه من بدايتها لنهايتها من تكبيره الاحرام كلها صفه معينه. يعني اسال ليله لو جيت قلت الله داير مننا عباده وانا نيتي طيبه اقول صلاه الظهر دي بس كده، لا الله ساي ها زياده بس زياده خير، اديها ركعه ثانيه مالو اديها ركعه. وبدل من زوال الشمس ما في داعي للزوال يا اخي، انا دايره بدري بدري. ربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات سارعوا خلاص. صلاه الظهر ده اول ما فطرت، فطرت لي فتره كاربة عجبتني كده قلت بشبعتي لي احسن اجيها الصلاه اقوم على طوالي بعد الفطور. ينفع كده؟ ما ينفع. لو قبضك اقرب زول يقول لك ده شنو انت مسوي شنو؟ بيصلي في الظهر ظهر ما جاء زح كده ما بخليك. ولا جماعه ممكن يقول لك يا اخي ده جنه، تخيل فكت منه بيصلي الظهر بعد الفطور جنه. ليه؟ لانه الصلاه دي الله دايره مننا لكن ما بالشكل ده، بزمن معين ها بصفه معينه بطريقه معينه. الصلاه دي بقبلوا لها كده القبله. لو جيت الليله صليت صلاه الظهر الركعه الاولى بالبقره والركعه الثانيه بآل عمران لكن قبلتها كده مقبوله؟ ما مقبولة. ليه؟ لأنه دي ما الصفة اللي ربنا نزل بها الصلاة لنا. كذلك يا أخواننا يبقى الموضوع في كل الأعمال الثانية. هسه الناس أول ما صلوا الصلاة خش لك جامع بتاع صوفية تلقى الطريقة القادرية البرهانية خشيت لو قنعان من صلاتك خشيت معهم كويس. أول ما انتهوا من قبال ما ينتهوا أول ما تبدأ الصلاة جا وقف الإمام شفته بيبدا له في بدعه من البدايه يقول لك استووا. مره خشيت جامع قريب جاي جنب الاستاذ هنا استووا قال لهم اتلفت عليهم كلهم ردوا له انا ما اعرف متفقين عليه ولا شنو. استوينا قالوا يا زول وده تعلمني ولا شنو؟ استووا قال استوينا وقفوا كويس. بعد ذاك قال اللهم احسن وقوفنا بين يديك. دي جبتها من وين؟ والمزاج انت قايل اللهم قال احسن وقوفنا ما في اي حاجه. الامام بيقول استووا خلاص الناس استووا وقفوا كبر الله اكبر طوالي ما في بدعه هنا في الوقت ده. انتهت الصلاه عندهم برنامج طويل جدا طوالي بدل في اذكار بدعوا وجماعه بدعوا وراه ما في دعاء. العباده دي شوف مضبوطه تصلي زي ما الرسول صلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في البخاري صلوا كما رأيتموني يصلي. أغرب فهم للآية دي
قابلني عن واحد دجال اسمه محمد المنتصر. اغرب فهم للايه دي او الحديث ده، وده ما ايه حديث كويس، داري يستدل بها على شنو؟ على التبليغ بتاع المأموم. في واحد من المأمومين عندهم بيقوم شنو؟ بيقوم ببلغ. الامام قال الله اكبر، يقول الله اكبر وراه. سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد وراه كده. شفته؟ ودي طبعا ما بتجوز الا يكون صوت الامام ما بيصل للمأمومين، الا يكون كده كهرباء قاطعه، جامع كبير جدا الناس ما بيسمعوا في امتى، معلش تسمع الناس، لانه تبليغ. تبليغ يعني بتوصل صوت الامام للجماعه الوراو. طيب صوت الامام لو واصل ما في تبليغ. المهم الصوفي داري يستدل على التبليغ بتاع المأموم ورا الامام. قال النبي قال صلوا كما رايتموني اصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي مجبر يرفع صوته الله اكبر، قال صلوا زيي نحن، قال وراه برضه نقول الله اكبر رافعين صوتنا. طيب قلت له ما دام كده ما يقول واحد، مش كده؟ ليه بقول واحد بس؟ افترض يقولها كلهم الجامع شت، يقول الله اكبر الله اكبر، سمع الله كله وسمع الله لمن حمده. ده غلط كله. ليه؟ لانه الصحابه كان بيصلي ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والبيكبر الرسول صلى الله عليه وسلم براو، وهم بيكبروا سرا ما جهرا، وما كبر جهرا الا ابو بكر الصديق في حديث عائشه في زمن مرض النبي عليه الصلاه والسلام. لما مرض وصوته صار ضعيف ما بيسمع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بصوت ضعيف، ويكبر معه ابو بكر الصديق وراه، يبلغ الناس. على اي حال بدع الصوفيه دي كلها يندم عليها العبد يوم القيامه. وشوف الشيخ الدقه فيك مقلب ما بيجي بعدين بيحلك قدام الله، والله تتورط ورطك، تعبد الله ببدعة وبضلالة، تلقى الله يوم القيامة وحجة ما عندك. نلتقي إن شاء الله في يوم الأربعاء، والسلام عليكم.